كاين واحد الظاهرة جديدة هي الفيسبوك هذا الفيسبوك أنا كنظن أنه تهو هو تيار سياسي ما عنده لا إيديولوجية واضحة ولا ولكن كيوقف وقفات زعما صريحة وصحيحة وتساعد على تعديل الكفة لصالح الأشياء النبيلة في العموم أنا كنظن لو كان ماشي المعركة اللي دارت في الفيسبوك واحد العدد ديال الناس اللي كانوا مظلومين وانصفوا لم يكونوا لينصفوا كن صراحة نكون معكم صادق وأنا رئيس حكومة وأتحمل مسؤوليتي في كل ما يقع